يا هلا وسهلا فيكم في يوم جديد وفي مساء جديد وفي حلقة جديدة على قناتكم قناة الفجيرة وفي برنامجكم 7 على 7. طبعا اليوم تاريخ 13 فبراير هو يوم الراديو. الراديو هي أول وسيلة يعني وسيلة اتصال نحن شفناها. ما أعتقد ما في حد منا إذا ما ركب السيارة يسمع للراديو، يبي يعرف إذا في زحمة في الشارع هي ولا لا يسمع الراديو، يبي يروح يلحق على المباراة هو رايح من مكان لمكان يسمع الراديو. حتى قمنا نستخدم الراديو في أهم الأخبار نبي نسمعها قبل لا نروح مكان هنا ولا هنا نسمع الراديو. طبعا هي كيف ما قلت لكم من أهم وسائل الاتصال اللي شفناها وعرفها الإنسان منذ قديم الزمن. والحلو في الراديو إن هي الوسيلة القديمة واللي لا زالت على مستواها وقاعدة تزيد. هذا اللي موجود عن الراديو تاريخ 13 فبراير، وهي اللي حددتها المنظمة الدولية للتربية والعلوم الثقافية اليونسكو يوم 13 فبراير من كل عام يوما عالميا للاحتفال بالراديو. يرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة عام 1946، وتم اختيار موضوع احتفالية هذا العام 2019 عن الحوار والتسامح والسلام. يتناغم هذا الشعار طبعا مع شعار عام التسامح اللي موجود في دولة الإمارات اللي اطلقتها دولة الإمارات. وقد شهدت عشرينيات القرن الماضي بث أول إذاعة عربية وإفريقية، حيث سبع صوت إذاعة القاهرة وظلت منفردة في التغريد حتى عام 1936، والذي شهد انطلاق إذاعة راديو بغداد وإذاعة بغداد، والتي تعتبر ثاني محطة إذاعية سمع صوتها في الوطن العربي. ثم تلتها الإذاعات العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي لتشكيل وجدان ووعي الجمهور. فهل ما زال الإذاعة روتينها وتألقها كما كان في السابق؟ طبعا أنا أعتقد إلى الآن ما في شخص كيف ما قلت لكم يركب سيارته يسمع الإذاعة. الإذاعة موجودة في هواتفنا، الإذاعة موجودة في سياراتنا، حتى قمنا نتلذذ في الأغاني اللي نسمعها من الإذاعة. ليش؟ لأنها أغاني متنوعة وجديدة. حتى كيف ما قلت لكم في هواتفنا ليش موجودة الإذاعة؟ لأننا ما نقدر نستغني عنها ونسمعها حتى في موبايلاتنا. فالإذاعة أقدم وسيلة وما زالت مستمرة. فأنا أقول كل عام الإذاعة بخير واللي يشتغلون في الإذاعة بخير. الإذاعة صديقة الجيل السابق والحالي والمستقبل بعد. راح نروح للعناوين، وأهم عناويننا اليوم راح نشوف ملتقى شباب التسامح الإنساني اللي يقيم في باكستان، وراح نروح كذلك لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والتي نظمت لتنظيم المجالس المجتمعية، وآخر شيء بعدين راح نشوف بناء الشارقة للأطفال في دورتها السادسة، وطبعا أسبوع الابتكار في إمارة الشارجة، وراح نختم لقائنا الجميل معاكم مع موهبة فنية متميزة. هذا اللي عندي يا ليالي. مساء الخير عليك. مساء الأنوار لك زميلي عبد العزيز، وأرحب بكل مشاهدي برنامج 7 على 7 الكرام. واسمح لي عبد العزيز بدوري أيضا أن أقول لكل زملائنا في إذاعة الفجيرة FM كل عام وأنتم بخير لمناسبة اليوم العالمي للاحتفال بالإذاعة. شكرا لك. سوف نتابع سويا هذه الجولة على أبرز محليات الدولة. شكرا عبد العزيز. تفضلي. 13 من فبراير 2019، أرحب بكم مشاهدينا بهذه الجولة على أبرز محليات الدولة. اختتمت القمة العالمية للحكومات أعمال الدورة السابعة بمشاركة لافتة من حكوميين ومفكرين وخبراء من أكثر من 140 حكومة حول العالم. وفي هذا الإطار أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم جبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن الإنسان هو محور العمل الحكومي وأن نجاح الحكومات مرتبط باستعدادها للمستقبل. وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله أن القمة العالمية للحكومات هي محطة معرفية للمسؤولين الحكوميين والخبراء ومصممي مستقبل العمل الحكومي. وقال سموه 3 أيام من أعمال القمة العالمية للحكومات شكلت منصة للقاء قادة الدول والمنظمات العالمية وعقد الشراكات وأطلاق المبادرات التي سوف تسهم في صياغة مستقبل عمل حكومات العالم، مشيرا سموه إلى أن مخرجات القمة يجب أن تشكل أطر عمل للسياسات والاستراتيجيات المستقبلية في العمل الحكومي والمؤسسي. من جانبه قال صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الحكومات
الناجحة هي التي يمكنها ترجمة كافة الأفكار والتجارب والتصورات المستقبلية إلى برامج عمل، ولا يمكن لأي حكومة أن تمارس عملها بكفاءة دون أن تأخذ بالاعتبار مصلحة مواطنيها. مضيفا سموه: نعتز بدور دبي في استقطاب العقول وتمكين حكومات العالم من استشراف آفاق المستقبل وأطلاق المبادرات لخدمة المجتمعات وشعوب العالم. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد زار متحف المستقبل الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل للمرة الخامسة ضمن الفعاليات الرئيسة المصاحبة للقمة العالمية للحكومات. وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على قسم ابتكارات الحكومات الخلاقة، حيث طلع سموه على التجارب الابتكارية التسعة من مختلف دول العالم التي تمثل حلولا للتحديات التي تواجه الدول. وقال صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن القمة العالمية للحكومات تعد منصة متقدمة للاطلاع على أفكار ومشاريع مستقبلية لإدارة الحكومات بما يعزز دورها في خدمة شعوبها، إضافة إلى سرد قصص النجاح الملهمة والتجارب الحكومية الرائدة. مؤكدا سموه أن القمة العالمية للحكومات استطاعت خلال السنوات الماضية بفضل متابعة ودعم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مقتبس، أن تواصل استقطاب أبرز القادة والخبراء والعلماء لعرض تجاربهم واستعراض أفكارهم. وفي وقت سابق كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قد شهد أعمال الجلسة الرئيسة التي تحدث فيها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعنوان مسيرة حكمة، حيث أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن مسيرة الإمارات تتسم بالحكمة بكافة المجالات بفضل قيادتها الفذة وحنكة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأشار سموه إلى المبادرات الريادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ودوره المعطاء في مسيرة 50 عاما من العطاء والريادة والمشاركة الفكرية. مؤكدا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة تنير درب الإمارات وتعزز مسيرتها وقوتها الناعمة من خلال المشاريع والمبادرات التي يتبناها سموه، التي شهد العالم بما تتميز به من الريادة والحكمة والرؤى المستقبلية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قد استقبل في مدينة جميرة عددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أعمال القمة. وقد استقبل سموه السيد جين لي تشان رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أسسته جمهورية الصين الشعبية عام 2014. وتبادل سموه والسيد لي تشان الحديث حول عدد من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية وسبل بناء جسور للتعاون بين البنك والمؤسسات المالية والمصرفية في الدولة. كما استقبل صاحب سموه الدكتور رالف غانز ألفيس رئيس وزراء مملكة سانت فينسنت، وتجاذب سموه والضيف أطراف الحديث حول عدد من المسائل الاقتصادية والاستثمارية والسياحية وسبل فتح قنوات جديدة بين الجانبين. ثم استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فخامة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي والوفد المرافق، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق. إلى إمارة الفجيرة وفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019، حيث عقدت اللجنة المحلية المنظمة للحدث في الإمارة صباح اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أجندة فعالياتها المقررة خلال الفترة الممتدة بين 15 و21 من الجاري تحت شعار نبتكر
تبتكروا لعالم أفضل بمشاركة لافتة لعدد كبير من الجهات والدوائر المحلية الحكومية والخاصة. وفي هذا الإطار قال مدير الديوان الأميري رئيس اللجنة المحلية المنظمة لشهر الإمارات للابتكار 2019 في الفجيرة سعادة محمد سعيد الضنحاني، قال إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو شيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تحرص على دعم الابتكار والمبتكرين والاحتفاء بإنجازاتهم، مؤكدا سعادته أن أجندة الفعاليات في الفجيرة تحظى بدعم وتوجيهات سديدة من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة ودؤوبة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الإمارة الأمين حفظه الله إيمانا من سموهما بأن بناء المستقبل والتأسيس لعالم أفضل يتطلب تسخير كافة الجهود للإسهام في ترسيخ مكانة الدولة وحجز مكان لها في الصفوف الأمامية على الخارطة العالمية للنمو والازدهار. ومع هذا الخبر مشاهدين أختم وإياكم القراءة في أخبارنا المنوعة. إليك عبد العزيز. شكرا لك ليالي. طبعا المبادرات اللي نشوفها من الهيئات الخاصة وحتى الهيئات الحكومية في عام التسامح هو قاعد يبين دور دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء الخير والحب في جميع دول العالم وفي الدول اللي تحتاج الأمور هذه، الأمور الخيرية وغيرها. وهذا اللي شفناه نحن في انطلاق فعاليات ملتقى شباب التسامح الإنساني في باكستان تحت شعار على خطى زايد. فعلا هذا اللي نحن قاعد نشوفه على خطى زايد اللي أرسى هذه القيم في شعب الإمارات. وهذا الملتقى يا أخوان يأتي تزامنا مع حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج الأطفال والنساء والمسنين في منطقة كاوثر الباكستانية. راح نعرف تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء. زايد العطاء، السلام عليكم. مرحبا عليكم. السلام، يا اهلا وسهلا، مسيت الله بالخير والنور ان شاء الله. مساك الله بالخير. لو تعطينا نبذه عن ملتقى التسامح هذا اللي موجود في باكستان. ملتقى شباب التسامح الانساني هو احد المبادرات التي دشنت من قبل برنامج الشيخه فاطمه للتطوع وبمبادره مشتركه بين زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وبالتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكوميه والخاصه ابرزها جمعيه دربر ومؤسسه بيت الشارقه ومجموعه مستشفيات السعوديه الالماني في نموذج مبتكر لترسيخ ثقافه التسامح المجتمعي والعمل التطوعي والعطاء الانساني بين الشباب واستقطاب الكفاءات وتمكينها في خدمه الانسانيه من خلال برنامج الشيخه فاطمه للتطوع والذي استطاع في الفتره السابقه من استقطاب الشباب وتاهيلهم وتمكينهم في خدمه المجتمعات في مختلف دول العالم. ومن خلال هذا الملتقى اللي في محطتها الحاليه في باكستان استقطب شباب من الامارات وباكستان لطرح الافكار وتبادل الخبرات وتبني المبادرات التي تم تنفيذها ميدانيا من خلال الحملات الانسانيه للشيخه فاطمه التي تزول مختلف دول العالم واستطاعت الفتره السابقه من تقديم العلاج المجاني لاكثر من 13 مليون طفل ومسن ما شاء الله. اضافه اجراء اكثر من 12,000 عمليه من خلال هذا الحراك التطوعي والانساني والذي ياتي انسجاما مع دعوه القياده الحكيمه اللي يكون عام 2019 عام التسامح. حرصنا ان نتبنى افكار خلاقه ومبتكره في مختلف دول العالم تستقطب الشباب وتاهلهم وتمكنهم وترسخ فيهم ثقافه التسامح والذي ارشد عملها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي كان مدرسه في العطاء والتسامح. وهذا الارث وارث زايد يواصلونها ابناء الامارات ابناء زايد الخير لارسال رسالتهم الانسانيه والاجتماعيه لمختلف دول العالم تحت اطار تطوعي ومظله انسانيه. فالامارات حاضنه لاكثر من 200 جنسيه، الامارات هي ارض التسامح، الامارات هي ارض العطاء، ارض زايد الخير. ونحن من خلال المبادرات التي دشنت في هذا الملتقى والتي ابرزها فريق سفراء شباب التسامح
الإنساني والمبادرة الأخرى مهرجان للشباب التسامح الإنساني، والمبادرة الثالثة كان إطلاق جائزة لأفضل المبادرات المبتكرة التي يتبناها الشباب والتي تنفذ ميدانيا تزامنا مع حملات شيخة فاطمة التي منتشرة في مختلف بقاع العالم، في مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا وارتيريا وتنزانيا، ومؤخرا كان في باكستان ضمن برنامج سنوي للوصول لمختلف القرى والاستقطاب الكفاءات من الشباب وترسيخ فيهم هذه الثقافة، ثقافة التسامح والعطاء. شيء جميل يا دكتور عادل، يدعو للفخر والله. رسالة تحب توجهها لمجتمع الإمارات في عام التسامح من خلال المبادرات اللي انتم قاعد تقومون فيها؟ رسالة للشباب الوفاء للوطن، الولاء للقيادة، العطاء والتسامح في المجتمع. نعم، شكرا لك دكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، شكرا لك، يا أهلا وسهلا. طبعا اليوم الصبح انطلق عقد مؤتمر صحفي للجنة المحلية المنظمة لشهر الابتكار في الفجيرة، والاجتماع هذا كان في الديوان الأميري، وحضر المؤتمر عدد من المؤسسات الحكومية المشاركة في شهر الابتكار. الجدير بالذكر أن شهر الابتكار في الفجيرة راح ينطلق إن شاء الله تاريخ 15 فبراير هذا المقبل، وراح نشوف المزيد في التقرير. مشاركتنا كبلدية الفجيرة في أسبوع الابتكار وشهر الابتكار في دولة الإمارات بتكون إن شاء الله بعدة فعاليات، منها الأربع فعاليات بتكون في ساحة الابتكار، عبارة عن الاستعراض لزيارة افتراضية لمحمية وادي الوريع بتقنية الواقع الافتراضي، أيضا هناك عندنا مراقبة جودة الهواء في الإمارة بتقنية الإينوزيز، بتكون عندنا فعاليات أخرى أيضا في داخل مقر البلدية، رحلة الابتكار بتكون لها عدة فعاليات، منها المبتكر الصغير بتكون لتشجيع طلبة المدارس على الابتكار، عندنا استخدام النفايات بطرق مبتكرة وتحويلها إلى أمور في حياتنا تخدم المجتمع، عندنا ساحة الألعاب بتكون فيها ألعاب ذكية، بيكون أيضا مشاركة الموظفين البلدية، المجتمع، المدارس المنطقة في هذه الفعاليات في من خلال محاضرات وندوات حول الابتكار. حصة الفلاسي منسق شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، تحتفي إمارة الفجيرة من 15 إلى 21 فبراير بشهر الإمارات للابتكار من خلال تنظيم 50 فعالية مجتمعية خارجية موجهة للجمهور وفعاليات داخلية في الجهات الحكومية، تشارك فيها 30 جهة حكومية محلية واتحادية بالإضافة إلى جهات القطاع الخاص. سيتم من خلال هذه الفعاليات تسليط الضوء على أكثر من 215 مبتكر من أبناء إمارة الفجيرة. هذه الفعاليات إن شاء الله بتوزع على كافة أنحاء الإمارة. شعارنا هو دائما وأبدا أن الابتكار يبدأ بك، فمسلطين الضوء على الأفراد، على فئات المجتمع، على العوائل، أنهم يساهمون بأفكارهم بابتكاراتهم في تحسين جودة الحياة وتحسين الخدمات الحكومية، أنهم يرسمون مستقبل إمارة الفجيرة. نحن في شهر الابتكار، والأسبوع الجاي إن شاء الله أسبوع الابتكار راح يكون في الفجيرة. طبعا الدولة من أكبر الداعمين للابتكارات ويدعمون الشباب دوما في كل المجالات وبالأخص في الابتكارات. شيء حلو، أنا الحين موجود في الاستوديو والشعور لا يوصف، سعيد جدا أني موجود معاي وموجود معاي ثينة من نخبة شبابنا، ومعاهم نرحب فيهم. معاي هنا سلطان سيف الذباحي. سلطان كيف الحال أخوي سلطان؟ إن شاء الله طيب سلطان. ومعاي عبيد عوض الزعابي، وطبعا هم طلاب مخترعين من مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي، حلقة 3 في الفجيرة. يا مرحبا وسهلا. مرحبتين. شو هذا اللي انتم مسوينه ما شاء الله؟ هذا بداية حاب أقول لك اسمه الروبوت المساعد فيرجن 2.
هذا روبوت بيخدم المجتمع في عدة مجالات، منها ان احنا نبرمجه برمجة معينة لان حق يؤدي مهمة معينة. حلو. مثلا انه ينظف الاماكن العامة او يساعد في تنظيم الشوارع. لها عدة وظائف. عبيد سلطان، اخوي سلطان، كيف الفكرة ومنو اللي شجعكم انكم تسوون الروبوت هذا؟ في البداية المشروع شرفت عليه المدرسة. اي نعم. وشجعونا، يعني عندنا مهارات من قبل نعرف نسوي هالاشياء. وشجعونا اهلنا طبعا والوالد والوالدة ان نطور من نفسنا ونسوي هالاشياء. زين اخوي سلطان كيف الحال؟ عبيد ياك. اخوي عبيد، عفوا اخوي عبيد، كيف الحال؟ خير. ليش سميتوه V2؟ V2 لان اصلا كان عندنا روبوت صغير. اي نعم. كان يساعد اصحاب الهمم يشيلون الزبالة عشان هم ما يرمون يتحركون، فحاولنا ان احنا نطوره ونخلي شيء احسن، فسوينا الفي 2 هذا على شكل انسان عشان يساعدهم اكثر يعني يسوي وظائف اكثر. حلو. يعني الفكره اللي جت لكم انتم انكم تسوون روبوت هذا؟ الفكره جتنا ان احنا الناس تتكلم تقول روبوت. هي. روبوت يعني في شيء نفس شكل الانسان وهالاشياء. زين. فاحنا طبقنا هالشيء ونسويه عشان نراوي الناس ان هالشيء موجود. زين. ويقدر يتطبق. حلو. انت قلت لي ان هذا يساعد المجتمع. هينا. يساعد البشر. كيف؟ قل لي كيف يساعد؟ شو يسوي يعني؟ يسوي لي كوفي؟ أنا بقى كوفي. حين يسوي لي كوفي؟ يسوي برمجة معينة يسوي الكوفي وبيسوي له. زين الحين شو يقدر يسوي هو؟ يقدر الحين مثلاً يجيب لك شاي، يجيب لك ماء، يسوي لك هالأشياء. أنا بس خوفي يطيح هنا. لا، لأنه في كل مهمة لها شكل معين وهندسة معينة. نحن بنشوف إن شاء الله. زين المدة الزمنية اللي استغليتوها يا أخوي سلطان، المدة الزمنية اللي أنتوا اشتغلتوا على المشروع هذا؟ استغرقنا اسبوعين عشان نسوي المشروع كامل هذا، نصممه اسبوعين بس. اي نعم. اسبوعين ما شاء الله، الوقت وايد قصير. لأن اسبوعين سويتوا هذا؟ كانت عندنا خبره قبليه، اخوي سلطان كان عنده خبره سنه تقريبا لسنتين، فكان يعرف عنده يعني معلومات عامه عن الروبوتات. بعد سنه طافت شاركت في مسابقه واخذت المركز الاول على الدوله. ما شاء الله. خذيت في مسابقه فيكس ايدار نفس هاي، بس مسابقه يعني في تحديات وهالاشياء، تحت للولايات المتحده الامريكيه. ما شاء الله. ورحت امريكا هناك شاركت وياهم. هي. شو سويت هناك؟ كانت في مسابقه اخذنا المركز الاول على الدول العربيه، 58 على العالم من اصل 850 فريق. زين كيف انا اللي اعرفه ان المهام هاي مهامه وايد. هي. برمجتها تكون صعبه وايد، كيف قدرتوا انتم تبرمجونها يعني؟ اول شيء البرمجه مو بوايد صعبه، بس يبالها يعني انك تفهم شويه ورياضيات يا اخي. انت بطل لما تقول لي برمجتها مو بوايد صعبه. اخي والله ما شاء الله عليك، لازم تكون حافظ بس يعني الأكواد. كيف انت تقول برمجتها مو بصعبه؟ لان هي بس عباره عن اكواد تعطي اوامر. هي بس كلها رياضيات، تحسب الوقت وتسوي كذا بس. يعني تاخذ، احنا استخدمنا برنامج اسمه بايثون سي بلس بلس. هذا البرنامج عندك الاكواد ماله، تروم تبرمجها على حسب الروبوت والموتورات اللي عندك، وتسوي اللوقات اللي انت تباهن ويتبرمج على طول. المدرسه شو كان دور المدرسه؟ هذا شيء يدعو للفخر والله. قاعد نشوف شو كان دور المدرسة. المدرسة دعمتنا هي وزارة التربية والتعليم، وفرت لنا الأدوات والأشياء اللي نسوي فيها ونستخدم فيها الروبوت. هي وفرت لنا هالأشياء، تحت لنا الفرصة أن نشارك ونسوي هالأشياء كلها. زين أنتوا يعني شو تشوفون المستقبل موجود في الروبوت في المستقبل؟ موجود. تتوقعون أن خلاص الدكاترة ما بيكون في دكاترة ولا بيكون في مدرسين، خلاص هم بيكون مكان البشر ولا؟ اكيد العلم الاصطناعي هذا. الانسان نقعد ويبى كوفي ويبى يسوي عمليه ويبى اي شيء، خلاص تشوفونه بنوصل لهالدرجه ولا ان شاء الله؟ لان اكسبو 2020 ان شاء الله هذا في تطورات وايد، كلها روبوتات، كلها تكنولوجيا. الحين ما في شيء الحين يمشي على الانسان. زين انا بكمل بكل شوق معاكم ان شاء الله وبكل فخر واعتزاز، لكن فاصل مشاهدينا، من بعده راح نواصل، خلوكم ويانا. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية وهنا في الاستديو معاي أنا سلطان سيف الذباحي وعبيد عوض الزعابي، هم طلاب مخترعين من مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي، حلقة 3 في الفجيرة. طبعا لو المصور يراوينا روبوت V2 أو أسميه V2 على طول صح؟ روبوت المساعد فيرجن 2. أوكي، قلتوا لي يقوم بمهام اجتماعية ويساعد الناس في البيت مثل شو يعني؟ أنا حين أبغي يسلم علي، تعال سلم علي، اوقف ولا عادي اسلم عليه وانا جالس؟ عادي عادي. ها؟ تواضع. ايش حالك؟ ما يتكلم ولا بعده؟ بعده. ها؟ زين. عنده مشكلة في النطق هو؟ ها؟ كيف؟
بعدنا قاعدين نبرمجه انه يؤدي مهام اكثر. الايباد اللي موجود في النص شو دوره هو؟ الايباد في يعني مثلا تقدر تتحكم فيه تعطيه مهمه معينه وهو يروح يسويها لك ويرجع. اوكي زين خليه يكون موجود هنا يطلع وياي يكون وياي مذيع هو. ها تلفه كذا ايوه يطلع ياخذ هالصوب شويه يعني ممكن نشوف يكون في 2 مذيع. اي نعم. ها خلاص يعني انا اطلع برا التلفزيون وهو يمشي الحلقات الباجيه تقولون انتم يسويها عادي. انتم مشاركين ان شاء الله تعالى مع شارة الابتكار اللي فيه بيكون اليوم السبت. اي نعم. شو تتوقعون راح تفوزون ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا صراحه شفت الابتكار هذا وايد وايد حلو وانا بي يوم السبت بس على اساس ادعمكم واوقف وياكم ان شاء الله. يعطيك العافيه. وانا تحت الهواء قلت لكم بتبيعونه قلتوا لي لا ليش؟ تعبانين عليه والله اسبوعين بس بتسوون واحد ثاني احسن عنه. لا يعني احنا يا ريال بيع صدقني اسمعني بيع بتسوون بعد شهر الابتكار ما بتبيعونه لي؟ فكر بتفكر؟ ان شاء الله بعدين يعني نشوف السعر وشي؟ ان شاء الله بعد شهر الابتكار بعد ما تشاركون فيه ان شاء الله. زين شو ناويين تسوون قدام ان شاء الله على قدام؟ على قدام ان شاء الله ناويين نسوي لنا هالروبوت يؤدي مهام اكثر ونعدل في شكله خليت يعني مشابه للإنسان تقريبا ان شاء الله تعالى انه يؤدي كل المهام يعني روبوت واحد يؤدي كل المهام. انا فخور احنا عندنا فكره انه يكون مجموعه روبوتات واحد يتعلم مثلا اللغه العربيه بتكون بينهم شبكه كلهم يتعلمون العربيه. يا سلام يعني يكون كان مدرس. اي نعم. على الاستاذ يسمعك بعدين يزعل بيقول هاي بيشيل حبيب. شكرا لكم وانا فخور فيكم وان شاء الله نشوفكم يوم السبت ان شاء الله. سلطان سيف الذباحي طالب مخترع من مدرسه محمد بن حمد الشرقي وعبيد عوض الزعابي طالب بعد مخترع من مدرسه محمد بن حمد الشرقي مشكورين. يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه. طبعا مشاهدينا الكرام اهتمام الدولة بالطفل ودعم الطفل في كل الأماكن وفي كل المجالات هذا اللي نحن قاعد نشوفه من دولتنا. الطفل هو الركيزة الأساسية اللي تبنى عليها الدول دوما في كل الدول تقريبا وبس نحن عدنا. الطفل معناته بداية مجتمع قوة المجتمع قوة الأسرة كلها تكمل في قوة الطفل وهذا اللي نحن راح نشوفه الحين وياكم في ندوة الابتكار في تربية من منظور قانوني وتربوي ونفسي. خلونا نشوف التقرير وياكم. في شهر الابتكار يشرفني أن أشارك في فعاليات شبكة حماية الطفولة من خلال المحور النفسي فيما يتعلق في التعامل مع الأطفال وتربية الأبناء بشكل ابتكاري واستغلال واستثمار طاقاتهم بما يفيد في عملية التربية بشكل مبتكر وإبداعي بشكل عام. من خلال هاي الندوات والبرامج اللي نحققها في شبكة حماية الطفولة نساعد أولياء الأمور في تعلم الطرق المثلى في عملية التعامل مع الأطفال بشكل سليم مراعاة نفسياتهم مراحل النمو والتأثيرات الخارجية اللي قد تؤثر في تطورات النمو عندهم وبالتالي كيف يستثمرونها بشكل إيجابي في تطويرهم ونموهم نمو نفسي صحيح. في شهر الابتكار حبينا نشارك شبكة الشارقة لحماية الطفولة في ندوة الابتكار في التربية من منظور قانوني وتربوي ونفسي. فإحنا كجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين حبينا نشاركهم من منظور قانوني. حبينا نتكلم عن قانون وديمة قانون حماية الطفل وأن الأهالي ريت ما يستخدمون الطفل كوسيلة لتصفية حسابات بينهم. حبينا نشارك شبكة حماية الطفل في الشارقة في شهر الابتكار وذلك بتسليط الضوء على صعوبة التعلم وكيفية التدخل المبكر ونأكد أن طلاب صعوبة التعلم لديهم قدرات وممكن يكونوا من المبتكرين والمبدعين.
في هذا اليوم نحب نسلط الضوء كذلك على الأهل والمجتمع ككل، أن هنالك كثير من سلوكيات الأطفال قد تكون غير سليمة في وجه الأهل أو المجتمع، ولكن هذه قد تكون نتاج لمشكلات أو اضطرابات خفية عند الطالب بالتالي تنعكس في هذه السلوكيات، فيجب عليكم أن نتحرى وراء هذه السلوكيات حتى نعطي الطالب حقه بالشكل السليم. من الابتكار، من كيفية الابتكار في تربية الأطفال من منظور قانوني منظور تربوي، راح نرجع مرة ثانية للابتكار العلمي، وراح نروح لشهر الإمارات للابتكار في أسبوع الشارجة وفي فعاليات الشارجة للابتكار. ومعاي معاي سلوى المشيري، عضو في لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في مارت الشارجة. مساء النور. مساء النور والسرور يا هلا. أستاذة سلوى، أنا من بداية البرنامج كله ابتكار وابتكار وابتكار، وقاعد أحس شعور جميل والله، يعني عليك أقدر أوصف لك هذا الشعور؟ والله هذا طبعا مثل ما تعرف نحن نحتفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشهر في فبراير من كل عام بالابتكار والمبتكرين على مستوى الدولة. حلو. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحكامنا وقيادتنا الرشيدة برؤيتهم في نشر ثقافة الابتكار على نطاق يخرج عن دولة صحيح. الإمارات ليصل إلى العالم. هناك رسالة نحن حابين أنها توصل عبر الإعلام من خلال المبتكرين، من خلال الإعلاميين، تكاتف كل الناس في المجتمع، لأن احنا نوصل هذه الرسالة ونطبق هذه الأمور على أرض الواقع. لو أعطيتينا نبذة عن الفعاليات اللي موجودة في شهر الابتكار في الشارجة. طبعا في مثل هذا الوقت من كل عام إمارة الشارقة تكون في أحد الأسابيع من خلال الشهر، ونحن طبعا في هذه السنة كنا في الشهر الثاني من فبراير، واخترنا قاعة المدينة الجامعية كمكان لعقد الحدث أو الأسبوع. جميل. لنستعرض أهم وأبرز الابتكارات من الجهات الحكومية والجهات القطاع الخاص اللي دخل معنا لأول مرة، وطبعا ما ننسى المشاركات الأكاديمية والطلاب اللي هم يمكن يكونون العنصر الأساسي صحيح. في موضوع أنهم يبتكرون ويطلعونا بأمور وحلول وابتكارات جديدة صحيح. تخدم المجتمع صحيح. وطبعا من غير ورش العمل اللي نعقدها وهي من الفعاليات الأساسية خلال الأسبوع. الفعاليات طبعا الورش تتنوع من لجميع الفئات العمرية، الأطفال الكبار بالتخصصات، فكانت متنوعة جدا. وطبعا مثل ما قلت لأول مرة القطاع الخاص يدخل معنا في هذا الأسبوع أو في إمارة الشارقة، فكان في إثراء كبير جدا، وكان في مثل ما نقول حبينا أن نحن نخلق هذا التواصل أو التعاون من بين الجهات الحكومية والقطاع الحكومي والخاص والطلاب، أن يكون في استفادة لجميع الأطراف. تعاون بمختلف أنواعها، إن كان تعاون، إن كان تبني لابتكار من أحد الطلبة بمختلف الأشكال. فالحمد لله أعتقد إحنا يمكن في اليوم قبل الأخير نجحنا في أن نحن فعلا نربط كثير جهات في بعضها من حكومية وخاصة وأيضا الطلاب. حلو، موفقين خير إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك سلوى المشيري، عضو في لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في مارت الشارجة. شكرا لك. يعطيكم ألف عافية. شكرا. حياك الله. يا مرحبا. الله يحييك. يا مرحبا. اليوم مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية سوت حفل تكريم لموظفيها المتميزين، وهذا كان تقدير لجهودهم اللي قاموا فيها خلال الفترة الماضية. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم. مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
ومنذ تأسيسها وهي تحظى باهتمام ورعاية خاصة من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة وولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. ونحن بمؤسسة الفجيرة ومنذ تأسيسها نعمل على تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية اللي من أجلها أنشئت أو تأسست مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. قطعنا خلال هذه السنوات شوط كبير بجهود كل العاملين في أسرة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، واليوم نكرم جميع الموظفين اللي تميزوا بأفكارهم وآرائهم اللي ساهمت بشكل كبير في اللي واصلة لليوم مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهذا كله بدوره بيساعد بشكل كبير في نشر ثقافة التميز والابتكار، وإن شاء الله يعني نكون قد يعني حققنا لو جزء بسيط من المهام الرئيسية اللي على أساسها أنشئت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وبنسعى إن شاء الله خلال السنوات القادمة بتقديم الأفضل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية والخاصة بإمارة الفجيرة في سبيل إسعاد العاملين والمتعاملين لدى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. نشكر إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على هذا التكريم، وهو مو بمجرد تكريم فقط قد ما هو دافع للعطاء أكثر في خدمة هذا الوطن الغالي. نشكر سعادة المهندس علي قاسم على متابعته الدقيقة ودعمه المستمر وتقديره لكل موهوب. نفتخر بانتمائنا لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. راح نروح للشارجة، وتقريبا في 20 فبراير بمشيئة الله تعالى راح تنطلق الفعاليات في بنان للشارقة للطفل في دورتها السادسة، وطبعا في السنة هذه راح يكون مشاركين من جميع أنحاء العالم من ستة من أعمارهم اللي راح يكون مشاركين من ست سنوات إلى 18 سنة. خلوني أرحب هنا معي في الاستوديو أمل فاروق إسماعيل منسق فعاليات في بنان للشارقة للأطفال. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. مسيتي الله، مسيتي بالخير والنور والسرور إن شاء الله. لو تكلميني عن الفعالية هذه. أقدر أقول لك أن بناء الشارقة للأطفال هي فعالية تقام كل سنتين. هي تعتبر منصة ثقافية فنية، وبالإضافة لأنها دولية. هاي الفعالية تحتفي بإبداعات الأطفال وخيالهم، ونحن دائما نهدف منها الى نحن الى رعايه المواهب الابداعيه للاطفال. زين استاذه امل، شو تسوون للطفل؟ يعني شو المواضيع اللي تقدمونها انتم للاطفال؟ نحن طبعا نقدم ورش فنيه. من خلال هاي الورش الفنيه الاطفال يقومون بتقديم اعمالهم. هذه الاعمال تدخل في معرض فني، وهذا المعرض الفني من خلاله يقوم مختصين وفنانين بتقييم الاعمال ويفوزون من هاي الاعمال. نوعيه الاعمال اللي هم يشاركون فيها هي كل دورة تختلف عن الدورة الأخرى. هاي الدورة تعني بتحويل الأفكار إلى رسومات ومن ثم إلى ابتكارات حقيقية. يعني نحن نختار أفضل الرسومات اللي قدمها الأطفال ونحولها إلى نماذج، هاي النماذج نعرضها في المعرض الفني. يعني أنتوا حتى في منظور الابتكار تشجعون الطفل إنه يقعد يرسم اللي موجود أو يطلع أفكاره. نعم. أساسكم تحولونها على أرض الواقع. شو تشوفين أهميتها في الوقت الحالي؟ أهمية المهرجانات اللي مثل هذه والفعاليات اللي تكون مثل هذه، شو أهميتها للطفل؟ طبعا احنا نقدر نقول ان الفن يعني هو احدى اقوى وسائل التواصل اللي تخلي الاطفال يتواصلون مع بعضهم البعض. وهي طريقه بعد ايضا انه يخلي الطفل يعبر عن افكاره، يعبر يعني الطفل من خلال الرسم يعبر عن طموحاته. صحيح. وعن توقعاته، حتى يعبر عن المسار اللي يعني يقدر يبى يمشي فيه في المستقبل. اوكي زين، طبعا انتم في دورتكم السادسه هاي. اي نعم. شو يعني ابغاك تشجعيني على اساس ان هي الدوره هاي، انا ما حضرت ولا دوره، شو المختلف 2019 عشان نحضر؟ المميز طبعا احنا كل دوره مختلفه عن دوره ثانيه. حلو. هاي الدوره مختلفه ان احنا تعاوننا مع مؤسسه في المملكه المتحده اسمها المخترعون الصغار. هاي المؤسسه تعني بتحويل افكار الاطفال، تحولها الى ابتكارات حقيقيه. حلو. واحنا وجهنا هالعام الدعوه لجميع الاطفال في منتهى في مختلف انحاء العالم من سن السادسه للثامنه عشره. يعني ينضمون لنا ليصبحوا مخترعي الغد. حلو. انا دوما لما اقعد ويا اليهال، واحب اقعد ويا اليهال وايد، تحسين عندهم افكار عجيبه وغريبه.
هي طبعا احنا يعني واجهنا وايد افكار غريبه. مثل شو؟ شوف احنا مسابقتنا لهذا العام الدوره هذه ثلاث محاور: محور البيئه، محور مساعده الاخرين، محور الترفيه والابتكار. حلو. طبعا الطفل يختار المحور اللي حاب انه يخترع فيه. مثلا واجه يعني شفنا اطفال كثيرين اخترعوا اختراعات غريبه ما يمكن تخطر على بال شخص. زي مثل شو يعني؟ مثل يعني في طفله قامت باختراع اللي هو محور مساعده الاخرين، ان هي كيف تساعد جدتها ان هي تسترجع ذكرياتها السابقه. يا سلام. انها تخترع خوذه. حلو. وجدتها تخترع ذكر يعني تتذكر الماضي. حلو. والماضي يترجم الى صور. يا سلام، والله شيء وايد حلو. جميل جدا، يعني احنا لاحظنا في وايد اشياء جميله من خلال اطفالنا، يعني غالبيتهم اختاروا محور مساعده الاخرين بالذات، انهم حابين يساعدون بعضهم البعض والناس اللي حوالينهم. الخوذه هذه ان الواحد يلبسها ويرجع للماضي يشوف الماضي، صراحه انا يعني جت الفكره اقول انا برجع 10 سنوات، ما بقى 30 40 سنه، بس ابغى ارجع 10 سنوات اشوف فريجنا كيف كان، اشوف بيتنا، اشوف مدرستي، فالفكره حلوه هاي. هي طبعا بتنفذونها ان شاء الله، بنشوفها في الارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله في افكار كثيره احنا اوريدي سوينا منها، يعني حولناها الى نماذج، وان شاء الله بتنعرض في 20 فبراير اللي هو افتتاح المعرض الفني. اهميه الافكار اللي موجوده، يعني انت قلتي هاي الفكره صراحه وايد حلوه اللي حطت الخوذه، وغيرها في وايد افكار حلوه. انت تتوقعين ان هالمهرجانات اللي تتم خلال سنتين تكفي افكار الاطفال؟ احنا طبعا يعني احنا عشان كذا احنا الفعاليه كنسويها كل سنتين، وكل دوره تكون مختلفه عن الدوره الاخرى، واحنا نطمح ان شاء الله يعني احنا نقدر ان كل دوره من دورات ان احنا نحطهم من الرقم القياسي في الوصول الى اكبر عدد من البلدان للمشاركه معنا ان شاء الله. زين، طبعا المميز في 2019 ما قلتي لي شو راح يكون المميز ان شاء الله في السنه هذه؟ احنا الحمد لله المميز كان في ان احنا قدمنا تقريبا 100 ورشه. 100 ورشة وشاركونا ما يقارب 4000 طفل. 4000 طفل من حال العالم. هي. وقدمنا الورش في 7 بلدان من ضمنهم الصين، الأرجنتين، وبنغلاديش. والله وايد حلو. وراح تبدأ من 20 فبراير. هي نعم، الافتتاح بيكون 20 فبراير لين 20 مارس. زين، أنت يعني تشوفين الفعاليات اللي مثل هذه كيف ممكن أنها تشجع الطالب على إظهار مواهبه تجاه المجتمع؟ احنا طبعا احنا قدمنا العديد من الورش، وقلت لك اللي هي اللي تتضمن ثلاث محاور. هاي الورش دائما دافعها الاساسي تحفيز خيال الطفل، ودائما احنا نحاول نزرع في الاطفال خاصه اليوم انهم يفكرون دائما في المستقبل، ان مثلا في المستقبل شو الاشياء اللي ممكن يواجهونها. حلو. صعوبات، تحديات، وان كيف يعني من الحين كيف انه يعني يتصدون لها من خلال الرسومات ومن خلال الابتكارات والاختراعات. زين، انت حمستيني وايد صاحبه الفكره هاي اللي قالت خوذه وتشوف الماضي، صح؟ زين، انا بحضر 20 فبراير عشان اشوف الاقتراحات الموجوده السنه هذه ان شاء الله. زين، دور البنالي، انت قلتي وضحي لي شو يعني البنالي؟ البنالي اللي هي فعاليه، قلتي لي تحت الهواء بس ابغاك توضحين للجمهور. هي كلمه بنالي اللي هي بالانجليزي بيانيل، اللي هي اللي الشيء اللي يقام كل سنتين. حلو. زين، دوما انا حتى كيف ما قلت لك قبل، انا لما اقعد ويا اهل بيتنا بالاخص اشوفهم خيالهم واسع جدا. هي طبعا والله يعني يرسمون لك رسمه يقول انا بسوي كذا وانا بسوي كذا، حتى لما يلعبون. هي. لما يقعدون يلعبون يتخيلون اشياء، يعني يتخيلون هم في المدرسه، يتخيلون هم في الجامعه، يتخيلون انهم قاعد يصورون، هم ما قاعد يصورون، قاعد يصورون ويتخيلون انهم نزلوه في اليوتيوب. فشيء حلو بصراحه، وشيء حلو ان نحن نشوف ان الافكار هذه قاعد تروح في الاماكن هذه. الدور اللي انتم قاعد تقومون فيه انكم قاعد تظهرون الافكار هذه وتشجعون الاطفال انهم قاعد عندهم خيال واسع. الدور اللي انتم قاعد تسوون فيه للاطفال اللي عندهم خيال واسع شنو هو؟ الدور ان نحن دائما نشجع الاطفال اللي عندهم النوع من الخيال، ان نحن نحفزه ان يعني افكارك ما بتضيع. طبعا حاول ان نخلي الطفل يحاول انه يقدر قد ما يقدر انه يحول افكاره الى رسومات، واحنا دورنا ان نحن نحول هذه الرسومات والافكار الى نماذج اللي بتتحقق ان شاء الله وبتتحول الى ابتكارات حقيقيه. فعلا يعني هي الفكره الكبيره تولد من فكره صغيره، فكره بسيطه صح، تطلع فكرة كبيرة وتوصل للعالمية. نعم.
أستاذة أمل فاروق إسماعيل منسق فعاليات في بنان الشارقة للطفل، شكرا لك ونورتينا. العفو. ونشوفك إن شاء الله تاريخ 20. إن شاء الله. حياك الله. الله يحييك. مشاهدينا فاصل من بعدها راح نواصل، خلوكم ويانا. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا الموهبة أو الذكاء هبة من الله تعالى، يهب لمن يشاء من خلقه. أنا معي هنا في الاستوديو أقل يعني إذا قلت له كلمة فنان فأنا قصرت في حقه، معي الفنان والشيخ خليفة الشرقي. يا أهلا وسهلا. الله يحييك ورحبك على فضله، رحب فيك ورحب في السيدات والسادة المشاهدين، وأتمنى أني أكون ضيف خفيف الظل عليك وعليهم وعلى الجميع إن شاء الله. يا مرحبا بك الشيخ خليفة الشرقي، طالب أكاديمية التجارة والفنون الجميلة. الشيخ اليوم الصبح وأنا جاي التلفزيون يقولون لي أنت راح تستمتع بآخر فقرة، وحمسوني إن شاء الله نتمنى هالشيء. وأنا سامع لك قبل وأنا جاي هنا متحمس وايد، زين، ولي شرف إني أنا أسوي لك اللقاء هذا طول بعمرك. تشرف طالب. الله يحفظك. تشرف. الله يسلمك. لو تكلمني عن بدايتك، كيف طلعت الموهبة هذه وكيف شفتها موجودة فيك؟ والله في البداية حقيقة كنت في المدرسة في سنة 1998 و99. أنت كده تبين لهم أنك شيبة؟ لا لا ما عليك. زين. و97 هذه يعني البدايات في من خلال اشتراكاتي في الأوبريتات اللي كانوا يسوونها في المدارس، الحفلات، يعني من هالقبيل. واكتشفت الموهبة الحقيقية والأصلية يعني اللي هي الموهبة موهبة الغناء الشعبي في عام 2006. زين. شو حابة تسمعنا؟ أنا حابة أسمع منك. والله أسمعكم أغنية للفنان، طبعا أنا أجيد الغناء الشعبي. نعم. لأن أنا في الحقيقة تربيت على الشعبي وعلى أجمل شيء هو الشعبي. نعم، وعلى الأغاني القديمة. فإن شاء الله بسمعكم أغنية حطني في عيونك وغمض. تفضل سمعنا إن شاء الله. حطني في عيونك وغمض، خليني أعيش في عيونك، الحذر نرمت لا تلمض، احتفظ لي طيح ميرهون، حطني في عيونك وغمض، خليني أعيش في جفون عزمان مر ميت غمض، يا خسارة مر من دون، وعن دموعك الحزين تعرض، خايف أغرق من بكاء جفون عزمان مر ميت غمض، يا خسارة مر من دون. صادقين بحفظ ولك وداد ساب جنبون، كل هذا الكون لك ينبض، أشعر أنه خالي يبدو
بدون لك عهود صادقين بحفظ ولك وداد انساب بجنبون كل هذا الكون لك ينبض اشعر انه خالي بدون حطني في عيونك واغمض خليني اعيش في عيون والحذر ان رمت لا تلم احتفظ لي طيح من يرهو. سلام الله عليك، عيشتنا جو ثاني، شليتنا من الاستوديو وديتنا بعيد بعيد. الله يسلمك. الله يسلمك. زين، الداعم الاكبر اللي دعمك منذ بدايتك؟ والله الحقيقة أنا في البداية يعني بال 2006 لما اكتشفت الموهبة صار في دعم من قبل واحد من أولاد أخوي، فالحقيقة هو يعني دعم لي باستمرار يعني، وهو دائما صراحة يشجعني يعني، أنا وهو اللي شجعني إني ولا مقاطع على كلامك، هو اللي شجعني إني أستمر، ولا أنا كنت يعني في 2006 كتجربة يعني، لكن هو اللي حفزني وعطاني التحفيز ولد أخوي يعني حمد. حرام يعني، ما جزاه الله خير يوم حفز، لأن حرام الشيخ نحن كنا نحرم من هذا الصوت. الله يسلمك. بس أنت توك قلت 96 و97، بس أنا قلت إذا شيبت عمرك فأنت خفت الحين حطيتها في 2006. لا 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 لا، هذه كبدايات المدرسية يعني، لكن البداية الغناء يعني والممارسة وغناء الأغاني الفنان ميحد حمد، نوجه له طبعا أكبر تحية أبو حمد، أتمنى أنه يكون إن شاء الله يعني يتابعنا إن شاء الله في 2006 يعني إن شاء الله. أنت قبل أسبوع أو أسبوعين شاركت في حفل الأكاديمية. نعم. اللي كان في حديقة عين مضب. نعم صحيح. كيف كانت المشاركة؟ والله طال عمرك مشاركة كانت حلوة وجميلة، وبالعكس يعني أشكر صراحة الجماعة القائمين على الأكاديمية، سعادة الأستاذ علي عبيد والدكتور أحمد عبد الستار ما قصروا صراحة، استقبلوني فتحوا لي قلوبهم قبل أبواب الأكاديمية يعني. جزاهم الله خير حقيقة، والمشاركة كانت مشاركة جيدة يعني، كانت أغنية أحب البر يعني من المشاركات الشعبية يعني. زين، أي شخص يواجه تحديات في أي مجال؟ أكيد طبعا. وطبعا أنت واجهتك أكيد تحديات كبيرة لين توصل اللي وصلت له. أكيد من ضمن يعني التحديات اللي تسألني عنها يعني لقيت شوي رفض من الأهل في البداية، لكن الحمد لله. توافيج من الله وتيسير من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله يعني سهلت الأمور ومشى كل شيء مثل ما يقولون. زين، حاب تغني لنا شيء؟ سمعكم أغنية بعد الفنان ميحد حمد، هيمان يا المحبوب هيمان. يا سلام. تفضل. محبوب ايمان بلون لو تثيبون بيهون بعيد وبعلق اعلان لو مرة حولي تمرون هيماني المحبوب ايمان بلون لو تثيبون بيهون بعيد اعلان لو مرة حولي تمر
شفتكم بقول حلمان ما بغي فسر حلمي ولا عون من عاين القدري بالعيان يجعل حلوم سر مكنون وان شفتكم بقول حلمان ما بغي فسر حلمي ولا عون من عاين القدري بالعيان يجعل حلوم سر مكنون لا كان عمري بلاك لا كان وبكل حياه الزينة وتكون وين الوعد يا نور الأوطان مفروض بالميعاد توفون لا كان عمري بلاك لا كان وبكل حياه الزينة وتكون وين الوعد يا نور الأوطان مفروض بالميعاد توفون وإن شفتكم بقول حلمان ما بغي فسر حلمي ولا عون من عاين القدري بالعيان يجعل حلوم السر مكنون وان شفتكم بقول حلمان ما بغي فسر حلمي ولا عون من عاين القدري بالعيان يجعل حلوم السر مكنون هيماني المحبوب هيمان بلون الوتذيبون بيون بعيد وعلق علان لو مرة حولي تمرون هيماني المحبوب هيمان الشيخ رايك في الدعم اللي تقدمها الدولة للموهوبين من أصحاب الهمم؟ والله شوف في يعني دعم لكن لأصحاب الهمم بالتحديد صراحة يعني ما في لكن حاليا يعني بعد افتتاح الأكاديمية أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حقيقة يعني لقينا الدعم سواء للأسوياء أو للأشخاص اللي هم من ذوي التحديات أو من أصحاب الهمم لكن قبل يعني ما كان قبل ما كان صراحة موجود يعني دعم أو شيء يعني شوف شو اللي قاعد تشوفه من دعم الحين حاليا التحفيز جميل والتشجيع جميل ويعني مثل ما تقول إعطائك حافز أن أنت موهبتك حرام تظل موهبة مدفونة صحيح هي نعم هذا يعني زين دور الأكاديميات الموسيقية في دعم المواهب وفي صقلها وفي إنها تخرج للإعلام يعني في مواهب حرام تتم مكبوتة وما حد يدرى عنها صح كيف شوف دور الأكاديميات بالعكس الأكاديميات لها دور فعال لأنها الأكاديمية توصل صوت أو وصورة الشخص للمكان المطلوب يعني تعطيه دعم تعطيه التحفيز تعطيه التشجيع تخليه يوقف على المسرح مثلا من غير يعني ربكة أو رهبة أو شيء من هالأشياء بالعكس يعني وجود الأكاديميات الموسيقية أو الأكاديميات الفنون ضروري جدا وأصبح من الضروريات حقيقة وأكيد الدعم الأول للأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة سيدي ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله يا رب اللهم آمين هو الدعم الأول للأكاديمية أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وظهور المواهب الجميلة هذه أكيد. كيف شفت الدعم هذا؟
بالعكس ما شاء الله دعم لا محدود في الحقيقة، وتشجيع الستاف يعني أو الجماعة اللي في الأكاديمية صراحة مثل ما قلت لك يعني يفتحون لك قلوبهم قبل أبواب الأكاديمية يعني. طبعا ما قصروا يعني معايا أنا في زين. الشيخ خليفة باكر عيد الحب هي. وأي إنسان يحب وما قادر يعترف إنه يحب، افضل فرصه هي هذه مشكله هي، افضل فرصه هي عيد الحب اللي هو باكر زين. وممكن في وايدين الحين هم ما قادرين يعترفون بالحب اللي موجود في قلوبهم اكيد زين. انا اشكرك الشيخ خليفه الشرقي، انا راح ارجع لك على اساس ان احنا نختم باغنيه احبك لو بغيت ان شاء الله على اساس نهديها أكيد. يعني أكيد. خلاص نعترف ما انتم كابتن لا اكيد ان شاء الله. ونشكر مشاهدينا الكرام اكيد طبعا، اشكرهم واشكر كل من يتابعني، وأوجه تحية لجميع المشاهدين اللي يتابعون نعم. برنامجكم نعم. وأوجه بعد تحية للأستاذة نجوى عبد المالك في الإعداد حقيقة ما قصرت، كلهم من لما نصر ما قصرت والأستاذة لما والله كلهم. ما قصروا صراحة كلهم استضافوني ويعني هذه قناتك وهذا برنامجك، هذه قناتك وهذه برنامجك، حطوني على كفوف الراحة مثل ما يقولون وتستاهل أكثر. أنا بودع المشاهدين مشاهدين زين، وبختم وياك على أغنية أحبك لو بغيت إن شاء الله. مشاهدينا باكر عيد الحب، تمسون على حب ونختم معاكم، أو تصبحون على حب سوري، ونختم معاكم مع أغنية أحبك لو بغيت، ونشوفكم باكر على خير إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. أحبك لو بغيت. أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر، أحبك لا تسأل القلب الصبر، أحبك من زمن يوم الطفولة ويوم الوقت أحلام وتصور، أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر، أحبك لا تسأل القلب الصبر، أحبك من زمن يوم الطفولة ويوم الوقت أحلام وتصور، أراك بعين ودي وتماني وأشوفك جسم في الصورة وعبر، أحبك أنت ما أقدر أن أراب خطايا لا تنوب ولا تكبر، وأراك بعين ودي وتماني وأشوفك جسم في الصورة وعبر، أحبك أنت ما أقدر أن أراب خطايا لا تنوب ولا تكبر، رسمتك في خيالي في ضميري جميلا ما على وصفك أنا أقدر، وأشوفك السما الصافي بليل قمرها نصف الشهر ويوم يظهر، رسمتك في خيالي في ضميري جميلا ما على وصفك أنا أقدر، أشوفك السما الصافي بليل قمرها نصف شهر ويوم يظهر، أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر، أحبك لا تسأل القلب صبر، أحبك من زمن يوم الطفولة ويوم الوقت
تحلم وتصور أحبك لو بغيت أنساك ما أقدر أحبك لا تسعى القلب الصبر أحبك من زمن يوم الطفول ويوم الوقت أحلام وتصور